إذن نعود لملف مدرب المنتخب الوطني المقبل، وينضم إلينا عضو اتحاد كرة القدم والناطق باسمي السيد أحمد الموسوي. أهلا بك سيد أحمد. أهلا بك. إذ ما كنت تسمعني، أكثر من 4 أشهر وحتى الآن لم يتم تحديد اسم مدرب للمنتخب الوطني، بالتالي هذه المسألة إلى أين وصلت؟ والاتحاد هل لا يزال متمسك باسم المدرب الأجنبي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمتابعة. طبعا أمر مهم جدا وينال اهتمام نسبة كبيرة في القطاع الرياضي. قضية المدرب احنا ذكرنا في آخر مؤتمر صحفي وأيضا في الحديث لقناتكم أنه نهاية هذا الشهر راح يتم الإعلان عن اسم المدرب، والملاك التدريبي راح يقود المنتخب الوطني وكذلك الأولمبي إن شاء الله، واللجان الفنيه رفعت تقاريرها النهائيه، وان شاء الله الاسبوع القادم راح يكون اجتماع من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم لتحديد الاسماء اللي راح تقود المنتخبات الوطنيه سواء كان على مستوى المنتخب الاولمبي او المنتخب الوطني. ولكن يعني احنا مع تسارع الاحداث ومع اعلاننا بانه نهايه هذا الشهر راح يكون الاعلان عن اسم الملاك التدريبي، يعني كانت هناك مجموعة من الأخبار التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الأخبار الرياضية أشارت أن هناك مدرب اسم معين سين أو صاد أو عين هم راح يستلمون المنتخب الوطني، وهذه أخبار غير صحيحة غير دقيقة. نعم، احنا ذكرنا في أكثر من مرة بأنه الخيار مفتوح للجنة الفنية، حددت بعض الاسماء من المدربين الاجانب اسبان او بلجي من بلجيكا او من البرتغال، هناك اسماء متداوله وصار تواصل معها بشكل مباشر والكثير من التفاصيل اي صارت، وايضا لم نستبعد ولا يوجد خط احمر تجاه اي مدرب، لان كان هناك سؤال انه هل بالامكان انه نستعين، هل الاتحاد لا يستعين مدرب محلي؟ طيب. ذكرنا بصوره مباشره بانه المدرب المحلي لا يوجد خط احمر على اي اسم من المدربين المحليين، ولكن كان الخيار للجنه الفنيه والخيار اللي اعلناه في اكثر مره بان المدرب الاجنبي هو له الاولويه في عمليه اختيار الاتحاد العراقي ووضع خطه ومنهج واستراتيجيه ل4 سنوات قادمه وصولا الى نهائي كاس العالم 2026، واللي هو هدف الاتحاد العراقي في التاهل الى تلك البطوله. اذا هو هذا الخيار. اذا الاسم الاجنبي الان المدرب الاجنبي هو الاقرب مع عدم استبعاد المدرب المحلي. نعم نعم بكل تاكيد، وهذا ما دائما ما ذكر في حديثنا وفي المؤتمرات الصحفية الأسبوعية. لكن أستاذ أحمد التصريحات نعم. كثيرة، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية ذكر يوم أمس بخصوص أسماء مدربين هم محليين. نعم، الآن يجب أن نضع كل الخيارات أمامنا، وضعنا الأسماء الخاصة بمدربين الأجانب، يجب أن نضع الخطة باء في هذا الموضوع، ويجب أن يتم اختيار أفضل المدربين المحليين ضمن هذا الخيار، وهذه هذا التخطيط الصحيح بالنسبه لعمل المؤسسات. يجب ان نضع اكثر من خطه في العمل، بالتالي ان لم تحقق الخطه اي اهدافها او نقدر نوصل لها، فممكن انه نختار الخطه باء او الخطه جيم، وبهكذا هكذا امور ممكن انه نمضي، لا يمكن انه نتعكز على قضيه معينه ويمر الوقت من دون حل. واحنا ذكرنا في اكثر من مره بان نهايه شهر تموز ان شاء الله راح يتم اختيار المدرب لكي يتم الاعداد وعلى قناتكم يعني من خلال قناتكم انه راح يتم الاعداد لخوض مباريات وديه في شهر 9، ومن ثم المباراه الوديه اللي راح تقام ايضا في افتتاح ملعب الميناء، ومن ثم مباراه وديه في شهر 9، وبعدها راح تكون هناك مباراه المنتخب المكسيكي، وقد تكون مباراه اخرى مع منتخب امريكا الجنوبيه في قبل انطلاقه كاس العالم. طيب، أنت تحدثت عن الخطط الموجودة وربما مدرب أجنبي والخطة باء ربما مدرب محلي، لكن هنالك أنباء كثيرة تحدثت عن انقسام داخل الاتحاد فيما يخص تسمية المدرب، بعضهم مؤيد للمحلي بقيادة النائب الأول علي جبار وأيضا اللجنة الاستشارية، وبعضهم رافض. يعني هي الآراء، يعني هناك من يصف بأنه اختلاف الآراء المتعددة يصفها بالانقسامات، وهذا شيء غير صحيح. اليوم المتحدث قد يرى بأنه سين هو أفضل مدرب، وقد يرى صاد المدرب الأفضل هو صاد، وهكذا. يعني اليوم
من انت تنطي راي معضد بوثائق معينه، لكن في المجمل الاتحاد العراقي يتفق بالاجماع على شخص بعد القناعه التي تتولد لدى اعضاء الاتحاد، لا يوجد انقسام ولا يوجد اختلاف يصل الى مرحله الخلاف بين اعضاء الاتحاد، مستحيل. يعني الاتحاد من يتخذ قرار اتخاذ القرار يكون بصوره كامله، انه يعني القناعه تتولد لدى جميع اعضاء الاتحاد، ومن ثم نذهب الى قرار يحدده الاتحاد ويعلن عنه عن طريق المواقع الموقع الرسمي وعن طريق المتحدث الرسمي، وهكذا الامور تصير في كل القرارات اللي يتم اتخاذها من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم. احنا ما ممكن انه نجمع اليوم اي مؤسسة رياضية حتى وان كانت من 5 اشخاص انه الكل يتفق على شيء واحد والكل يريد شيء واحد، هذه مثالية ربما لا تحدث في اغلب المؤسسات. طيب لكن الشارع العراقي اليوم استاذ احمد ينتظر النتيجة، بالتالي يعتقد ان الاتحاد العراقي وضع نفسه بالمحل الخطأ يعني واللغط الكبير، سوء إدارة ربما، عدم وجود مدرب منذ اشهر وما قبل هذه، نعم، الفترة ربما كان الموضوع متعلق بالمدرب الاجنبي. نعم، لا توجد هناك بطولة ومنافسة يدخل فيها الاتحاد، يدخل فيها المنتخب العراقي. وانا ذكرنا من خلال حديثنا من خلال التأني في عمليه الاختيار، يجب ان يكون الاختيار دقيق جدا، يعني هذه المرحله المقبله اللي تتطلب اختيار مدرب، الهدف الاساسي لها هو التأهل لمونديال 26، والهدف الثاني هو الحصول على نتيجه ايجابيه ونضمن ان يكون المنتخب ضمن المربع الذهبي في بطوله امم اسيا، ان شاء الله يعني نحقق ذلك، وايضا بطوله الخليج المقبله في شهر 1 من العام القادم ايضا الهدف هو الفوز ببطولة الخليج. إذا هذه الأهداف التي وضعها الاتحاد، وبالإمكان أنه فترة زمنية طويلة، يعني إحنا من نتحدث عن بطولة رسمية أو بطولة يشارك بها المنتخب مبدئياً أنه مباريات بطولة طيب الخليج. بالتالي البعض يرهن مسألة نجاح وفشل الاتحاد بهذا الملف، مثل ما ذكرت هل سنشهد الشهر المقبل تسمية المدرب؟ نعم، في نهاية هذا الشهر إن شاء الله راح يكون تسمية المدرب إن شاء الله. نعم، في نهاية الشهر الحالي راح يكون هناك إعلان للمدرب اللي راح يقود المنتخب الوطني. طيب بالتالي هنالك أنباء ربطت اسم المدرب راضي شنيشل بالمنتخب الأولمبي، ما صحة هذه الأنباء الآن؟ يعني كل الأسماء محترمة وكلها أنا قلت لك من ضمن الخطباء وراضي شنيشل من المدربين والأسماء المميزة في كرة القدم العراقية، وكذلك الأسماء التي ورد ذكرها في وسائل الإعلام، لكن مثل ما ذكرت بأن هناك خطة A وخطة B وخطة G. الأسماء اللي مطروحة راضي شنيشل مدرب مميز، مدرب ناجح، مدرب محلي درب في خارج البلد ودرب في أندية في قطر في الدوري القطري في دوري نجوم قطر، يعني مدرب محترم. كذلك المدربين الآخرين كابتن باسم قاسم، كابتن حكيم شاكر وغير، كل أسماء محترمة عندنا في الاتحاد، ولا يوجد خط أحمر تجاه المدرب. مدربين الشباب ايضا ضمن الاسماء المطروحه في الاتحاد العراقي، لكن مثل ما ذكرت بان هناك اسماء وهناك رؤيه للاتحاد العراقي في اختيار الاسماء المناسبه لمرحله ما ضمن استراتيجيه عمل. ولا انسى طبعا انا فات بذكر اسم يوديشو الذي ايضا اسمه يعني كان مطروح في وسائل الاعلام، شخصيه ايضا محترمه، مدرب محترم. كل المدربين المحليين محط تقدير واحترام لدى الاتحاد العراقي لكره القدم، وهناك ايضا خطه استراتيجيه على الاتحاد، واكيد انه المراكز التدريبيه اللي راح يتم اختيارها راح يكون ضمن خطه الاتحاد ورؤيته في المرحله المقبله، واحترامنا للجميع هو الهدف الاساسي من عملنا، وان شاء الله راح يكون الاتحاد العراقي في خيار مصيب هذه المره. نعم، يتم اختيار المدرب بما يخدم اهدافنا في الاتحاد العراقي وهي الوصول الى كاس العالم 2026. نعم، والتأهل للمربع الذهبي في امم اسيا والفوز ببطولة الخليج. نعم، كل توفيق لكم بهذه المهمة، عضو اتحاد كرة القدم والناطق باسمه الأستاذ أحمد الموسى، وشاركتنا في هذه النشرة، شكرا لك.